رئيس تعقيب حضرتك، ويمكن خلال تصريحاتك او حضرتك اتكلمت من دقايق ذكرت انه هذه المساله مساله امن قومي. الحقيقه المصريين لما بيسمعوا من حضرتك انه في ملف له علاقه بالامن القومي بيتجمعوا على قلب رجل واحد. انا حابه اعرف من حضرتك ايه اللي مطلوب من المواطن في هذه المرحله بالنسبه لهذا الملف الهام جدا في الدوله المصريه دلوقتي. انا مش هطول كتير عشان احنا اتكلمت فيه قبل كده خلال المداخله اللي فاتت دي، لكن عايز اقول لكم على حاجه. لما احنا قلنا في الفتره الثانيه ان احنا هنهتم بثلاث قطاعات، قلنا تعليم والصحه والاصلاح الاداري. وعايز اقول لكم ان احنا اتصور خلال سنه او سنتين على الاقصى، يعني على اقصى تقدير، انتوا هتشوفوا اداء الدوله المصريه عامل ازاي. وده كلام مش كلام برضو بنقوله عشان، لان كل اللي انتوا سامعينه ده ثم الاجراءات اللي بتعملها الدوله في الاصلاح الاداري للدوله او في الجهاز الاداري للدوله، ومنها على سبيل المثال انتقال الحكومه من وضعها الحالي الى العاصمه هنا في المقرات الخاصه بالوزارات. احنا بقالنا اكتر من سنه ونص او يمكن سنتين، والدكتوره هاله السعيد ممكن تصحح لي، تم اختيار ما يقرب من 50,000 يا دكتوره مش كده، ودول بيتم تاهيلهم وتدريبهم. وطبعا ده مش معناه على حساب، اتفضلي يا دكتور، مش على حساب الاخرين، لكن احنا بنتكلم اذا كنا عايزين ان ادائنا كدوله يبقى اداء يعني مرضي لأملنا ولتطلعات شعبنا، كان لازم ان احنا نتحرك في الاتجاه ده. واحنا بنتكلم الكلام دوت، انا قلت امن قومي، يعني معناها ان لان احنا دخلنا في موضوع جديد. هذا الموضوع رغم اهميته الشديده ورغم الايجابيات الكبيره اللي ممكن تترتب على ان احنا يعني نستخدمه، الا ان هو برضه له محاذير ومخاطر، وده اللي احنا بنعرفه في نتيجة ان يبقى في يعني منظومة بتسيطر على الدولة. ممكن حد يدخل، مش كده دكتور عمرو؟ لا احنا بنتكلم بقى، عشان بس مش عارف يعني اجمع الكلام على بعضه كده عشان يبقى واضح. الجهاز الاداري للدولة هو رايح الحكومة وهي رايحة المكان الجديد في العاصمة هنا، هيبقى فيه 50,000 حاسب أمام كل الموظفين اللي أنا بتكلم عليهم دول، وهم مدربين على التشغيل وتداول البيانات، وحتى مع الوزارات المختلفة طبقا لقطاعات التنسيق الرأسية والأفقية. يعني ايه الرأسية والأفقية عشان بس ما اقولش كلام كده، يعني اللي هو ايه اللي المطلوب من الوزارة دي تتكلم بيه مع الوزارة دي او مع الموظف ده في موضوع معين بمستوى معين. الكلام ده احنا رايحين له ان شاء الله اعتبارا من منتصف العام القادم. طب العقل فين؟ العقل فين؟ في عقل؟ هذا العقل على عمق 14 متر في منطقة ما، مجمع فيها كل خوادم، مش كده يا دكتور؟ تمام. كل خوادم او السيرفرات زي ما بيقولوا هم بتعبيراتهم، يعني اللي هتخدم على المنظومة اللي هي عقل الدولة المصرية خلال من دلوقتي او من ساعتها ما نطلقه لغاية السنين القادمة. ده كلام ما كانش موجود عندنا، كان في كل وزارة لها خوادمها مش كده تشتغل بشكل او باخر مع هذه البيانات. لا، ده هيبقى في عقل جامع للدولة المصرية زي ما قلت كده في مكان ما مؤمن تأمين. يعني احنا اتأخرنا يمكن، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلانا نستفيد من التأخير ده بان احنا نحقق اعلى درجات التأمين للأمن القومي للموضوع ده اللي هو خطير للغاية، اللي ممكن يشل الدولة لو ما كانش ليه إجراءات تأمين قوية، وزي ما بقول في مكان ومكان آخر بعيد عنه تماما كعقل تبادلي آخر بنفس القدرات بنفس الإمكانيات. فأنا بقوله دلوقتي فقط من باب إن هو احنا شغالين فيه بقالنا سنتين
عشان خلال نص السنة الجاية وعلى آخرها يمكن نكون بنجد أداء حكومي مختلف كتير عن الأداء الحكومي اللي احنا اتعودنا عليه. الكلام ده بنعمله مع الحكومة، ودلوقتي شغالين في ان احنا نعمله مع محافظات الجمهورية، ان احنا نعمل في كل محافظة كمان شكل مصغر للحكومة الجديدة اللي موجودة في العاصمة، بحيث ان احنا كلنا كدولة نبقى شغالين بشكل يحقق زي ما قلت كده أملنا وتطلعات الشعب المصري. فهو أمن قومي نعم، لأن احنا كنا متأخرين قوي، وتأخرنا ده ترتب عليه حاجات كتير، تراجع في حاجات كتير. انتوا بتشوفوا أداء كبير أو متميز لدول متقدمة في التعامل مع مواطنيها، احنا ما كناش قادرين نعمل كده، وبالتالي كان ده ليه تأثير سلبي على المواطن وعلى تلبية احتياجاته بشكل أو بآخر. ده يمس الأمن القومي طبعا. الدليل 2011، الدليل 2011 معنى أن دولة بحجم مصر في 2011 يحدث ما حدث فيها، ده معناه أن كان في مشكلة كبيرة في كل قطاعات الدولة المصرية دفعت الناس إلى التحرك بالشكل ده عشان تغير الواقع. باللي احنا بنتكلم فيه ده وباستكماله إن شاء الله، لا احنا هنبقى قادرين وشايفين بشكل قوي وواضح زينا زي كل الدول المتقدمة، نقدر بالطريقة دية إن احنا آليات العمل بتاعتنا للدولة وللحكومة تاخد دفعة تليق بمصر خلال السنين القادمة. أنا بقول مش سنين طويلة أول حاجة، بتكلم إحنا نطلق ده هنبقى موجودين هنا في العاصمة إن شاء الله اعتبارا من منتصف العام القادم آخره. أنا اللي أنا بكلمكم عليه ده غير اللي بيتعمل في العاصمة. 25 مليار يا دكتور إن شاء الله يا فندم، مش كده؟ تمام يا فندم. 25 مليار جنيه عشان نعمل البنية اللي أنا بتكلم عليها ديت، العقل الجديد أو العقل، هو ما كانش فيه قبل كده عقل، يعني العقل الجديد اللي يجمع الدولة المصرية ويتعامل معاها ويحقق الذكاء الصناعي الاصطناعي والتعامل مع البيانات ويطلع مؤشرات ويطلع قرارات ويدينا تحاليل لحالنا وموقفنا إن شاء الله اعتبارا من العام القادم، ثم ننطلق لقدام قوي. زي ما بقول كده احنا بالاطلاق النهارده اللي احنا اعلناه، ثم باستمرارنا ان شاء الرحمن الرحيم مصر تبقى في المكان الذي تستحقه في هذا المجال. انا بشكر الدكتور عمرو، وبشكر الرقابه الاداريه، وبشكر الوكيل اكرم، وبشكر كل اجهزه الدوله اللي تعاونت عشان تطلع لنا الواقع اللي احنا فيه. بالمناسبة في مدة زمنية تعتبر تحدي كبير قوي أو يعتبر إنجاز كبير قوي إن احنا نحقق ده في الفترة الزمنية اللي احنا كنا حريصين إن احنا نضغطها عشان نستفيد بالرقمنة. وبشكر طبعا تنسيقية الأحزاب وعلى الكلام المهم اللي اتقال والمقترحات اللي اتقالت، وسواء اللي احنا كحكومة شغالين فيها أو إن احنا ممكن نستفيد منها وناخدها في الاعتبار. بشكر طبعا دكتور جمال كتر خيرك على كل الكلام المهم اللي حضرتك قلته. فننطلق ان شاء الله، وبكره طارو بفضل الله شكل الدوله المصريه ومضمونها. بنتكلم على دوله جديده خالص في كل المجالات، وعلى راسها المجال الرقمن اللي احنا بنتكلم عليه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك فخامه الرئيس. انتهت هذه الجلسة. الحضور الكريم بشكرك شكرا جزيلا فخامة الرئيس على الاهتمام وتولي الدولة الاهتمام لهذا الملف الهام جدا في تطور وتحديث البنية المصرية دائما. بشكرك فخامة الرئيس. انتهت هذه الجلسة.